شفت صاحب؟ ايوه شفت، يعني فعلا شفت صاحب. او قلبك لما خفت، يعني فاهم من عيونك ايه اللي عايزه ونفسك فيه، عمره ما تجرأ يخونك مهما تتجرأ عليه. من زمان ماشي بمشورتك، بتلاقيه سمعا وطاعة في انتظار رهن الاشارتك، لو هيستناها ساعة يلمحك لو جاي فيجن، يحضنك لو لسه سايبه ومعتبر انك حياته اهله واصحابه وقرايبه. لما تتحط في مشاكل بتلاقيه جندي الحراسة مستعد يشيل بدالك، حتى لو هيشيل رصاصي. كل ده من غير مقابل، او مقابل كان بسيط، حضن مثلا، لقمة مية، كلمة حلوة وبسكويت. شفت صاحب اقوى منك يبقى اضعف بين ايديك، مستعد يموت لي بس تشر لي. الحقيقة لا، ما شفتش. الصفات دي عايزة واحد يبقى عنده الف قلب. الصفات دي يحكي لك عنها اللي ربى في حياته.